للجيش العربي السوري مكانة كبيرة في قلوب السوريين. هو الجيش الذي انبثق وخرج من صفوف الشعب والتحم مع الشعب مدافعا عن الأرض وعن الأهل. العلاقة بين الجيش والشعب، وأيضا من خلال هذه المواكبة هناك حالة إبداعية كما تحدثنا قبل قليل، الحالة الإبداعية التي واكبت بطولات الجيش العربي السوري وأصبحت أمثولة في البطولة في الفداء في العزة والفخار. مجموعة من القيم جعلت من الحالة الإبداعية حالة أكثر ارتقاء مع ما حققه الجيش من بطولات. في هذه الزاوية سنتحدث عن هذه المحاور مع السيد العميد مخلوف مخلوف الشاعر والأديب. أهلا ومرحبا سيادة العميد، وكل عام وأنتم بخير. كل عام وأنتم بخير، شكرا. أهلا ومرحبا، ويعني استهلالا ربما نتحدث يعني عن هذه العلاقة بين جيش يعني جيش والشعب، وهو جيش الشعب، وأيضا سنتحدث عن مواكبة الأدب والإبداع لبطولات الجيش العربي السوري. لن أطلب منك كلاما إنما شعرا. بداية قبل الشعر والثقافة، أود أن أتوجه بالتهنئة الخالصة لجيشنا العربي السوري، جيشنا البطل، ضباطه وصف ضباطه وجنوده في هذا العيد، عيد التأسيس. هذا الجيش الذي منح الحياة لنا، لشعبه، لبلده، لوطنه، وبالتالي ما زال هذا البلد ينبض بالحب والحياة والجمال. أتوجه بالتهنئة لكل أم ودعت ابنها ذات صباح ولم يعد. أتوجه بالتهنئة لهذا الوطن الذي ما زال على قيد الحياة رغم كل الألم والأوجاع ومحاولات القتل والإلغاء والإقصاء والفناء. لا شك أن الأدب أو الثقافة هوية، وأمة من غير ثقافة لا هوية لها. ومن الطبيعي عبر التاريخ كان الأدب وخاصة الشعر كان هو الناطق الرسمي باسم القبيلة وباسم الـ 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 وما زال هذه رسالته، وهذا هو ربما يعني هدفه. لذلك كان الأدب مواكبا لكل الأحداث التي كانت يعيشها البلد أو العالم عموما. فمن هنا لعب الأدب دورا توثيقيا تاريخيا للأحداث التي كانت تحدث في هذا البلد أو ذاك. يعني أنا مثلا أنا قرأت أحداث الحرب العالمية الثانية من خلال الروايات، من خلال الأدب، وليس من خلال التاريخ. مع ملاحظة أن ربما الأديب يوثق الحدث التاريخي من وجهة نظر إبداعية جمالية وجدانية، بينما المؤرخ يؤرخ ربما من وجهة نظر أيديولوجية أو سياسية. صحيح. من هنا نستطيع أن نجزم ربما بأن الأديب ربما أكثر مصداقية في توثيقه للحدث التاريخي من المؤرخ. المؤرخ كما لأنه يصحبه بحيوات الناس التي كانت تعيش هذا الحدث. أضف إلى ذلك أن الكاتب كان يعيش الحدث، بمعنى أن معظم الكتاب، مثلا أنا قرأت الأدب الروسي الذي تحدث الحرب العالمية الثانية، فمعظم الكتاب مثل مكسيم غوركي، دوستويفسكي، إدماتوف، كانوا عاملين كالمراسلين الحربيين أثناء الحرب، وبالتالي عاشوا الحالة. صحيح. حتى انا مثلا انا كتبت فتره اخيره انا روايه قبل مساله الشعر. كتبت الروايه بعنوان بتوقيت دمشق، تتحدث توثق الحرب التي حدثت في سوريا وتحديدا في دمشق. وهناك احداث يعني عمليا هي حقيقة حدثت معي يعني شخصيا. ربما في بعض الحالات والمشاهد انا عشتها، وبالتالي وثقتها من خلال ربما رؤيه ادبيه، عمل أدبي متكامل، رواية أو إلى آخره. بالتالي الأدب بقدر ما يكون ملتصق بأوجاع الناس وبالأحداث الكبرى التي تؤرخ ربما لهذا البلد أو ذاك، بقدر ما يكون هذا الأدب يعني حقيقيا وصادقا وشفافا وغير ذلك. لذلك نتج الأدب الوطني أو الشعر الوطني، الرواية السياسية، الرواية الوطنية، أدب الحروب، أدب الحرب مثلا. كانت هناك يعني أضيفت هذه الأصناف أو نقول الأنواع الأدبية إلى الأدب عموما، لأنها عن تجربة إنسانية يعني مر بها شعب وأيضا جيش. كيف ألهم الجيش العربي السوري الذي يحمل كل القيمة
الوجدانية. هناك قيم، عندما نقول الشعر قيمة أدبية وذائقة، يعني أرقى مراحل التعبير. كيف أغنى فعلا مفردات ومخيلات ومشاعر الأدباء والشعراء؟ والله أنا بهذه أقول أدباء، ويعني أفصل الشعراء طبعا أدباء، لكن يعني مثلا ربما أتحدث أنه رواية مسرح إلى آخره، هو الشعر تحديدا. هو دائما هناك قاسم مشترك ما بينكم أنواع الفنون، يعني مثلا السينما، المسرح، الرواية، الموسيقى، حتى الشعر. هناك فيلم سينمائي روائي طويل اسمه حماة الديار، إنتاج مؤسسة العام للسينما مع 2013، يتحدث عن تاريخ الجيش العربي السوري منذ بدري بتستوربين وصولا إلى كل مراحل والحروب وما إلى آخره. بالتالي السينما أيضا كشكل من أشكال الإبداع وشكل التوثيق أرخت هذا التاريخ. حتى اليوم يعني ما ننتجه اليوم من دراما هي عن حرب وبطولات شعبنا مع جيشنا والصمود في فترة حربنا مع الإرهاب. يعني تماما، لأن مهما بلغ الحبر من مصداقيته فإن الدم أصدق، الدم أصدق من الحبر. صحيح، الدم أصدق من الحبر، وجيشنا وأبطالنا وشهداؤنا كتبوا تاريخ هذا البلد بدمهم، ونحن نكتب ربما بالحبر. صحيح، فهم صحيح الأصدق، فنحن نستوحي. نعم. أنا بهالمناسبة أنا الحق أنا أبي شهيد. عم أقول لك السيف أصدق وأنباء من الكتب. أنا أبي شهيد. الله يرحم روحه. الله يسلمك. ويرحم كل شهداء. وكتبت بذكراه هيك شيء له علاقة بالشهادة. نعم. وهالكلام أنا الحقيقة أنا بهديه طبعا لابني ولكل شهيد في هذا الوطن، فكلهم شهداؤنا وكلهم أبناء روحي. وكلنا في النتيجة أبناء هذه الأرض، منها خرجنا ومنها إليها سعود. نعم. بعنوان وانقطع المدد. ضيقة كانت الحياة عليك، وهي التي وسعت كل شيء. صغير كان الكون على أحلامك فآثرت الرحيل، وأنوار الله تحف بك وأنت همس الريح للنخيل. تنير دربك بألف مشكات من خلفك، وأنت المدى من أمامك، وأنت الصدى والصدى أنت. مذ فاض نورك الشعشعاني في وجهي آخر مرة، أدركت إنك في الربع الأخير وإنك قاب رحيل. وقد ختمت قرآن رحيلك، قرآن حياتك، وكتبت وصيتك للبندقية التي ما برحت يوما. صباحاتك كانت واحدة من أضلاعك، صلواتك، وصيتك لرصاصتك الأولى التي طالما أجفلت أجفان الصمت العميقة، أحراش السفوح السحيقة. وأنت ترتدي الليل رفيقا والفجر صديقا، وقلبك نازف لا يستريح. حين تبادلنا أنت وأنا آخر فنجان وداع، شيعتك بعينين ماطرتين، بدا الكون ممتلئا بك وأنت تغيب بعيدا بعيدا في الغياب. ضاق الكون في ناظري، شعرت بانسلال الدهر من أظافري. يا إلهي، كيف غاضت أنوار الكون في لحظة وخلفها صفقت كل الأبواب. نام النعاس تحت وسادتك وعيناك تساهران الليل، والله الساهر بين أوراقك، أحلامك، كلماتك. رحلت وما وقعت موجز حياتك، ما أتممت فصول حكايتك. فهلا تقبلت منا قراءة الفاتحة وممازجة صلواتنا الثكلى بصلواتك. كم تبدو الأمكنة خاوية وقد خلت من فيض عطرك. أجزموا وليسامحني الرب لو اجتمع كل آلهة الكون على أن تأتي بمثلك. ما أتت بمثلك، فمثلك يجيء هكذا مرة وينقطع المدد، يظل راسخا كروح القدس في ذاكرة الأحد. لا أحد كمثلك أيها الباقي كالأبد، لا أحد مثلك، لا أحد. يعني الشهادة بحد ذاتها هي أرقى حالة،
يعني ربما لا نستطيع أن نرتقي للتعبير عن هذه القيمة العليا في الحياة. الحياة الشهادة بحد ذاتها هي موضوعة يعني فيها إعجاز. وكما كنا نتحدث قبل القليل عندما يعني يضع الجندي في قلبه فكرة الشهادة أو النصر، فأي حالة ارتقى إليها هذا المقاتل، هذا الإنسان، هذا الشاب بأنه يضع أمام عينيه الشهادة. أنا طبعا لا يمكن تخيل مشاعر الجندي أو المقاتل، وأنا كنت مقاتل في لحظة المعركة. صدقيني تكون الذاكرة خالية من كل شيء إلا من هدف واحد وشيء واحد، هو تحقيق الانتصار على العدو. طبعا هي الشهادة، فإن لم تقتله فهو سوف يقتلك. نعم. فأنت أمام هذا الخيار، وبالتالي الوقت لا يكفي لأن يتذكر ولأن يحلم، ولأن أنت تتعامل بأجزاء الزمن، أنت تتعامل مع بصورة الطلقة ربما من عن بعد أمتار خلال هذا الزمن. وبالتالي الشهادة هي حالة توحد مع السماء، هي حالة توحد مع العالم الآخر، هو عملية انعتاق من هذه الدنيا ومن هذا الجسد والالتحاق بعالم النور الكلي، النور الإلهي. صحيح. فبالتالي لذلك يعني أنا وهذا ليس مجاملة، والله العظيم أنا أغبط كل شيء، رغم الألم الذي يرافق حالة الشهادة. نعم. ورغم الوجع ورغم الحزن ورغم كل هذه القضايا، لكن عمليا إذا امتلكنا الرؤية ما بعد المرئي. نعم. يجب هم أحياء عند ربهم. أحياء. صحيح. عند ربهم. تخيلي. يرزقون. صحيح. وأيضا عندما يتكلم، عندما كما قلت قبل قليل، عندما يتكلم الدم تصمت الأبجدية. صحيح. وتعطل الكلام، بس مو على طريقة عبد الوهاب. هذا حب من نوع آخر. تماماً. الصمت. الصمت قبل اللغة. تماماً. لذلك عندما نقول نقف دقيقة الصمت، هذه دقيقة الصمت، الصمت لغة. صحيح. الصمت موقف. الصمت تعبير. التعبير. طبيعي. فعلاً. أيضا يعني قصيدة الشهيد طبعا تحمل كل مكونات قيمة الشهادة بما ذكرته من عبارات. هناك الشعر الذي ألهب الروح الحماسية، يعني الجيش هو حالة فروسية، يعني عندما طفل نقول أنت بطل، أنت عسكري، أنت مقاتل، أنت فدائي. هذا النوع من الشعر الذي حمس، يعني جعل يعني الأبعاد أو البطولات التي حققها الجيش العربي السوري جعلها أقرب إلى نفوس الشعب، إلى كل مواطن، بأن تحمل يعني قيمة بطولة. شوفي لا شك يعني كما تفضلتي، يعني البطولة في تاريخ الشعوب، هلا مثلا نحن إذا حاولنا نستعرض تاريخ أي شعب فنتوقف عند أبطاله. عندما كنا نتجول في شوارع ربما موسكو وغيره كنا نشوف تماثيل، لم أرى تمثال مثلا لرجل سياسي أو لرجل مغني، هذا بطل المعركة الفلانية. نعم. هذا خاص على البطولة. صح. بطل الجمهورية. هذا أديب، هذا شاعر. إذا هؤلاء يؤرخون للشعوب. يعني ألم نذكر هتلر هذه الأيام أو موسوليني أو غيره، ولكن نذكر مايكل أنجلو، دافيشي، نذكر بابلو نيرودا طبعا إيطاليا، نذكر. نعم. هوغو فرنسا، فيرتر طبعا ألمانيا، وإضافة إلى الروس وغير ذلك. إذا هؤلاء عمليا الذين أعطوا قيمة لهذه الشعوب ولهذه الأمم، الأمم لا ترتقي إلا بالفكر، والفكر لا يتطور إلا بقدر التصاقه بالواقع. من هنا كان أهمية أن نزرع فكرة البطولة في أذهان الطفل. صحيح. في أذهان الرجل، في أذهان المرأة. تاريخنا مليء بالبطولات والأحداث التي كانت أبطالها نساء عبر الجاهلية ومرورا بكل الفترات التاريخية التي مر فيها هذا الوطن وصولا إلى، وخاصة بسوريا، الحرب السورية الأخيرة. هناك نساء قامت ببطولات يعني إعجاز حقيقي، ولكن ربما لم يعني رب الاعلام او ربما لم يتم التداول في مثل هذه. عندما تقف ام لاربع او خمس شهداء، فتخيل هذه المراه. نعم. يعني اي لغه، باي لغه انت تستطيع ان تصف هذه الحاله؟
فعلا هنا يعجز الكلام. الأبجدية تصمت فعلا، وهي يعني أعظم حالات البطولة للأم، أم الشهيد اليوم هي التي فعلا يعني أعطت الوجه، لن أقول الآخر، إنما وجها جديدا وحقيقيا نعم جسدت كل هذه البطولات ووجه حقيقي نراهم اليوم. بدل من أن أقف أمام هذه المرأة وأقول فيها شعرا، أنا برأيي يجب أن أقف أنا أمام هذه المرأة، أقف أمامها صامتا، نعم، متأملا، محراب، متأملا، نعم، تماما، ليس دقيق الصمت وإنما عمر من الصمت، صحيح، دهر من الصمت، لأن صحيح. هذه القديسات، هنا القداسة، صحيح. ما هي القداسة؟ القداسة ليست مفهوم مجرد كلام نقرأه ونتحدث ونرأي، قداسة صلاة يعني صلاة نصلي، حتى الصلاة هي فعل، هي ممارسة ممارسة حياتي، نمط عيش، نمط ثقافة، نمط تعاطي. ومن هنا يعني إلى اليوم تقترب هذه العلاقة بين الشعب والجيش، يعني الشعب عندما يحب هذا الجيش لكل هذه الأبعاد التي ذكرناها، هناك حب، هناك في حالة وجدانية وعلاقة فعلا هي علاقة التحام، لكنها لم تأتي من فراغ. هلأ عمليا هناك حال توحد واندماج كلي ما بين الشعب وما بين الجيش، وخاصة في هذا النمط من الحروب، نمط الحرب التي عاشته سوريا، نعم، نمط مختلف طبعا، يختلف عن كل أشكال الحروب التي درسنا عنها وتحدثنا عنها في كل الحروب التي في التاريخ. كان هناك دائما هناك طرفان، هناك عدو وصديق، وهناك ربما جبهة اتجاه محدد وصراع حول هذا خط النار. إلا الحرب السورية فأنت تحارب أشباح، قد يكون هذا الشبح اللي عم تحاربه أنت بالشارع بالمدينة بالحارة بالبناية اللي فيها، صحيح، صحيح. يعني سيادة عميد من فترة في يعني هيك أصدقاء لنا من حلب بيقولوا حرب حلب يعني، وشفنا كيف إلى أي حد كانت ضارية الحقيقة، وأنه نكون نرفع رأسنا لما نشوف حدا من الجيش نطمن، يقولوا نفوتوا بس اطلعوا خدوا نعمل لهم شاي إذا فاضين، نبعث لهم أكل. هاي العلاقة الرائعة، بينما على بعد أمتار الإرهابيين يعني والجيش عم يحذرهم لا تطلعوا اليوم، بيقول للمرأة ليكي هون لا تروحي لا تجي لك. يعني هاي العلاقة يعني صار واحد من العائلة، صاروا أفراد عائلة، صح، يعني واحدة. شوفي الخطر يوحد الجميع، الخطر يوحد الجميع، وهناك فرق شاسع ما بين المقاتل الذي جاء ليدافع، الذي جاء ليشكل سورا وسياجا، صحيح، لوطنه ولشعبه، وبين هذا المقاتل الذي أتى من آخر الكون بكل عقده وثقافته وإجرامه، نعم، فالمقارنة هذا ماذا مرتزق، هذا قاتل. يكفي حالة الأمان التي نشعر بها، حالة هيك لما بتشوف بيقول لك اللي كانوا مثلا يتوهوا ويمشوا لك، مجرد شفت حاجز الجيش قلت خلص تماما، أنا تماما أصبحت في الأمان، الأمان، وكتبت لي حياة جديدة، صح، يعني الحقيقة. نحن نتشكر حضورك سيادة العميد مخلوف مخلوف، وكل عام وأنتم بخير. كل عام وأنتم بخير.